تشاهدوا راكم تشاهدوا الحمد لله مثل ما تم الاتفاق عليه نواصلوا تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية. نقلوا برانا في حوش الميوب لهذا الحي 1200 عائلة جدد إن شاء الله يجوا يسكنوا في هذا الحي، وحنا رانا متواجدين هنا في مجمع مدرسي مؤقت من بناء الجاهز. ريتما راكم شفتوا المؤسسات التربوية راهي في الإنجاز، ولكن مادام المؤسسات يعني من النوع التقليدي طلب وقت، ارتئينا اللجوء إلى البناء الجاهز باش كذلك نضمن تمدرس عادي للتلاميذ. ولكن هذا المجمع المدرسي من نوع البناء الجاهز راه موقت، كذلك غادي نزيدو نضيفو حتى ملحق المتوسطة دائما البناء الجاهز باش نخفف الضغط، باش نضمن نحاولوا نضمن بأحسن بقدر الإمكان طم درس في الظروف حسنة، لأن اليوم الشغل نتاعنا حنا كيفاش نضمنوا طم درس بالظروف حسنة وجيدة للتلاميذ نتاعنا اللي جاوا الأحياء الجديدة. هذا هو الهدف. بخصوص الامطار الاخيره ممكن تثبت يعني عديد الاقسام التحضيريه كانت هناك يعني في دخول امطار كما نشوفونها هاي الامطار. ما كانش حاجه اللي تستدعي، روح شوف وقع الامطار في فرنسا وقعوا الاموات، 11000 عائله غمطها الامطار، و500 محل تجاري، وكان عندهم 13 مواطن تاعهم ماتوا، والامور عاديه الطبيعه هذه. احنا الحمد لله هذه الامطار نحتاجوها نحبوها، لان الفلاحه نتاعنا لازم تتغذى، كذلك لازم الاراضي الفلاحيه تسقى من امطار المياه، وكذلك الابار، لان ما تنساش بلي عندنا عده مناطق في الجزائر الناس نتاعها يشربوا من المياه الجوفيه، ومن المياه الجوفيه منين لازم تتغذى من مياه الامطار، وبالتالي نحن في حاجة وما أحوجنا إلى الأمطار. نحن نتمنى إن شاء الله ربي يغيثنا بدون ما يسبب لنا الأضرار. بخصوص أصحاب الطعون يعني كان اللي قال لك عندنا عامية عندنا عام وحنا نستناو الزمن في الولع لا لا الطعون، وعطيت لكم الحوصلة، قلت لكم أكثر من 17 ألف طعن. كي نقول 17 ألف طعن معناتها كاين اللي دار أربع خمس طعونات، حنا كنا نحسبوهم، وكان أكثر من 1200 اللي كانوا الملفات نتاعهم تقبلوا. وباب الطعون، لجنة الطعون راهي تشتغل بصفة مستمرة، كل ما واحد يجيب حجة ولا يجيب دليل ندرسوا الملف نتاعو. حنا هاد الأمور لازمنا ندققوا فيها ونحققوا فيها. أنتم راكم تهضروا على أصحاب الطعون، على ما تهضروناش على 2000 مواطن اللي حولنا ملفات نتاعهم للعدالة، جابونا وثائق مزورة. والسلام عليكم.